بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلابنا الأعزاء. إن شاء الله اليوم نبدأ محاضرتنا الجديدة اللي هي تكملة المحاضرات السابقة اللي هو Classification of Connective Tissue. أخذنا بالمحاضرات السابقة اللي هو شنو الـ Connective Tissue، الـ Function of Connective Tissue، أقسام الـ Connective Tissue. الآن ننتقل إلى الجزء الثاني اللي هو Classification of Connective Tissue. مراجعة بسيطة لما أخذنا بالمحاضرة السابقة سويت لكم إياها على شكل جدول، اللي هو Compound Connective Tissue ينقسم إلى ثلاث أقسام، اللي هو السيل، اثنين الجراوند سبستانس والفايبر. قلنا السيل ينقسم إلى الفيكسد والترانزنت سيل، اللي هو إحنا قلناه بالمحاضرة السابقة اللي هو الفري سيل. اثنين الجراوند سبستانس تنقسم الى جلايكوس امينو جلايكان والبروتو جلايكان والاديشن جلايكوبروتين، والفايبر قلنا يتقسم الى الكولاجين والالاستين والريتيكولر. الان نبدا محاضرتنا لهذا اليوم اللي هو الكونكتيف تيشو. كلش مهم الكلاسيفيكيشن. الكونكتيف تيشو ينقسم الى اربعه انواع. النوع الاول اللي هو الامبريونيك كونكتيف تيشو، اللي هو والثاني اللي هو اللوز كونكتيف تيشو والدنس كونكتيف تيشو والكونكتيف تيشو اوف سبيشال بروبرز. اوكي، الامبريونيك كونكتيف تيشو ينقسم الى الميزينكايمال كونكتيف تيشو والمايكويد كونكتيف تيشو اللي هو الموكوس نانا. اللوز كونكتيف تيشو ينقسم الى الايرلور كونكتيف تيشو والاديبوس كونكتيف تيشو والريتيكولار كونكتيف تيشو. الدنس ينقسم الى عده، ينقسم الى ثلاث اقسام، اللي هو الدنس ريجولار كونكتيف تيشو والدنس الريجولار كونكتيف تيشو والالاستيك كونكتيف تيشو. النوع الثالث اللي هو الكونكتيف تيشو اوف سبيشال، اللي هو يتقسم الى الكارتليج. الكارتليج ينقسم الى الهايلين والفايبر والالاستيك. النوع الثاني اللي هو البون والبلاط. ان شاء الله نبدا بالجزء الاول اللي هو الامبريونيك كونكتيف تيشو، اللي هو التايب، النوع، الهيستولوجيكال فاندنج اللي هو النتائج النسيجيه، والسبيشلايز اللي هو الخليه المتخصصه، والهيستولوجيكال ابييرنس اللي هو المظهر الخارجي. خليتكم هنا الرسم عمود يصير الصوره واضحه. الان الميزان كامل، اذا اقول لكم الميزان، اذا اعطيكم سؤال اللي هو التايب وشنو سبيشلايز سيل، يعني على سبيل المثال ميزان كامل، تقول لي سبيشلايز سيل اللي هو الميزان كامل سيل. نجي الميزان كامل اللي هو اللوكيشن اندر ذا سكن، تحت الجلد. الراوند بلاد فيزل ان ذا ادلت، يعني حول الاوعيه الدمويه عند الكبار. والفانكشن اللي هو فروم اذر تايب اوف كونكتيف، لانواع اخرى من الكونكتيف تيشو. الهيستولوجيكال فاندنج ريجولار، الريجولار شيء ميزان كامل سيل اللي هو الخلايا اللحميه المتوسطه. ايش تكون؟ تكون غير منتظمه، اللي هي هاي الخلايا اللحميه، انا موضح لكم اياها لون احمر، وهنا انا مأشر لكم باللون الاحمر، يكون غير منتظمه. الجراوند سبستانس اوف ريتيكولار فايبر، الماده الاساسيه تكون من الالياف الشبكيه. الخلايا المتخصصه الميزينكايمال اللي هو الميزينكايمال سيل. نجي للمايكويد اللي هو قلنا مايكويد او الموكوس كونكتيف تيشو. اللوكيشن مالته اللي هو بالحبل السري، اوكي، والوظيفه مالته اللي هو الدعم، اللي هو الجزء الثاني اللي هو الهيستولوجيكال فاندنج ويدلس كارتيد فايبرز سبيندل شيب سيل، يعني معناتها الخلايا الليفيه منتشره على نطاق واسع في الخليه، يكون شكله مغزلي. هنا الجراوند سبستانس الماده الاساسيه شو تكون؟ از فيكوس جيلي لايك ابييرنس، الماده الاساسيه تكون بشكل ماده لزجه تشبه الهلام. هنا هذا اللي هو الفايبرز منتشر على نطاق واسع. المين يتكون من الكولاجينويز فايبر، اللي هو يتكون من الياف الكولاجين، اللي هي هاي الياف الكولاجين، وهنا هاي انتشار على نطاق واسع. السبيشلايز سيل اللي هو الفايبروبلاست، المل الموكوس كونكتيف تيشو شنو سبيشلايز سيل اللي هو الفايبرو بلاست. ننتقل الى النوع الثاني اللي هو اللوز كونكتيف تيشو. اللوز كونكتيف تيشو اللي هو الايرويلر كونكتيف تيشو. الايرويلر كونكتيف تيشو اللوكيشن مالته سب كوتينيوس لاير اوف سكن، يعني تحت طبقات الجلد. اراوند بلاد فيزلز اند نيرفز، يعني حول الاوعيه الدمويه والاعصاب. هنا وظيفته لو سترينث الاستيك سبورت، يعني قوه ومرونه ودعم. الهيستولوجيكال فاندنج انسبريت سيل، اوكي، الخلايا المتداخله اللي هو تنقسم الى الفايبروبلاست
الأديبوسيست، المايكروفيج، والبلازما، والماسيل اللي هو الماسيل عندنا هاي الخلية البدنية هاي شكلها. اوكي، سيمي فلويد جراوند سبستانس وذ فايبر، تكون مادة شبه سائلة. شبه سائلة من تحتوي؟ تحتوي على الكولاجين. الكولاجين هذا الكولاجين يكون ريدش ان كلر اند ثيك، هذا اوكي هذا الكولاجين. اما الالاستيك، الالاستيك اللي هو هذا الالاستيك، هاي الخطوط، هذا الالاستيك يكون دارك ليستين. اوكي، الريتيكولر اللي هي هاي الشبكة، هاي شبكة 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 اللي هو هاي الشبكة. الاديبوز اللي هو الدهني، وين موجود؟ موجود سبكوتينيوس لاير اوف سكين، تحت طبقات جلد، اراوند هارت اند كدني، حول القلب والكلى، يلو مارو في النخاع الاصفر، بيهايند اي بيلز يعني خلف كرات العين، وبندنج اراوند جوينز، وحشوه حول المفاصل. الاديبوز يكون حجمه لارج كبير، سنتر لوكيتد دروبلس اوف فات، يكون مو يكون يعني القطرات الدهنيه مركزيه الموقع. النويه بيرفرال لوكيتد نيوكلير، النويه شو تكون؟ ايضا مركزيه محيطيه الموقع. هنا النويه تكون، هاي النويه تكون داير مداير الخلايا الدهنيه. وظيفته شنو؟ وظيفته ريديوس هيت لوست، يقلل من فقدان الحراره، انرجي ريسيرفر يعني خزن الطاقه، وسبورت اند بروتكس ويحمي ودعم. الريتيكولار كونكتيف تيشو، مين يحتوي؟ يحتوي على الستروما، يحتوي على الريد مارو اللي هو النخاع الاحمر، ريتيكولار لومينا اوف بيزمنت ممبرين، صفيحه شبكيه للغشاء القاعدي، الراوند بلاد فيزلز، وحول الاوعيه الدمويه. وظيفته اللي هو سبورت، وظيفته الثانيه بايرر اللي هو يكون حاجز، بروتكشن اوف مايلويد يعني انتاج النسيج النخاعي. مين تكون؟ نيتوركس اوف انترلاينكينج ريتيكولار فايبر وذ ريتيكولار سيل، يعني شنو شبكه؟ مين هاي الشبكه؟ شبكه متشابكه، تكون شبكه متشابكه مين؟ من الالياف الشبكيه والخلايا الشبكيه. نيومرز ماي اللي هو هذا، تكون شبكه من الالياف الشبكيه والخلايا الشبكيه. نيومرز مايلويد ستيم سيل اللي هو لونها ستين داركلي ريد اللي هي هاي، تكون تحتوي على العديد من الخلايا الجذعيه النخاعيه. هاي الخلايا، هاي خلايا جذعيه نخاعيه، هاي خلايا جذعيه نخاعيه، هنا خلايا جذعيه نخاعيه اللي هو سبيشلايز سيل اللي هو للريتيكولار ريتيكولار سيل. نجي للنوع الاخر اللي هو الدنز ريتيكولار كونكتيف تيشو، اللوكيشن مالته موقعه بالاوتار والاربطه. الوظيفه مالته بروفايد سترونج اتاتشمنت بتوين افيرنس ستراكشر، يعني يوفر ارتباط قوي بين الهياكل المختلفه. شحتوي كونسيست اوف نيومرس فايبرز ويتش از ارينجد ان اوردر ماينر، يعني شو تكون؟ تكون من تتكون من عدد من الالياف المرتبطه بصوره منتظمه. مين يحتوي؟ يحتوي على الكولاجينيز فايبر اللي هو هذا الكولاجينيز فايبر، ويحتوي على الفايبروبلاست اللي هاي فايبروبلاست، اثنيناتهن يكونن بصورة مرتبة بصورة منتظمة. زين، نجي هنا هذا الريجولر المنتظم، من اسمه منتظم. هنا هذا الريجولر الغير منتظم، تكون بصورة غير منتظم. وين موجود؟ موجود بالهارد فالز اللي هو بالقنوة صمامات القلب، وظيفته اللي هو يوفر القوة. مين يتكون؟ كونسيست موستلي نفس الشيء اللي هو كولاجينيز فايبر، الرينج ديسوردر يعني بشكل غير منتظم، وذ راندوملي لوكيشن فايبر، يعني شنو هنا يكون؟ يكون الكولاجين فايبر والفايبر بلاست مرتب بصورة غير منتظمة. اللي هو السبيشلايز سيل المال للدنز الريجولار اللي هو شنو؟ الفايبر بلاست. هنا الفايبروبلاست واضح اللي هو هذا، هنا الكولاجينيز فايبر، هنا هذا اللي هو الفايبرو، العفو، هذا الكولاجينيز فايبر، وهنا هذا الفايبرو بلاست. نجي للإلاستيك اللي هو المطاطي، اللوكيشن مالته ويل اوف إلاستيك ارتري اللي هو جدران الممرات، جدران الممرات. زين، الريسبيراتوري تراك اللي هو المسالك التنفسيه، والفيكال كوردز اللي هو الحبال الصوتيه. ويف باند اوف الاستيك
fiber directly strain and branch in all direction fibers. شنو معناته؟ معناته تتكون من عصيبات متموجة من الألياف المرنة، عصيبات متموجة من الألياف المرنة منتشرة في جميع اتجاه الخلايا اللي فيه. تكون هاي بشكل ألياف متموجة، شوف هاي كلها الإلاستيك فايبر. ننتقل للكارتليج. الكارتليج يتكون إلى الهايلين كارتليج اللي هو الغضروف الزجاجي اللي هو الماربل هارد يسمى باسم الثاني، الإلاستيك كارتليج اللي هو الغضروف المرن اللي هو الروبر لايك، وبعد اللي هو الفايبر كارتليج اللي هو الغشاء اللي فيه الغضروف اللي فيه العفو. نجي النوع الأول اللي هو الهايلين كارتليج اللي هو اللوكيشن مالته وين موقعه، end of the long bone يعني في نهاية العظام الطويل. الكارتليج جينز رينج اوف ريسبيرتوري تراك يتكون في الحلقة الغضروفية للجهاز التنفسي. الفيتال سكيليتال اللي هو الهيكل العظمي للجنين ينقسم الى قسمين اللي هو الاوتر، ينقسم الى ثلاثة انواع اللي هو الاوتر واليانج والماتشر. الاوتر اللي هو الطبقة الخارجية، الطبقة الخارجية ايش تحتوي؟ الكوندروجينوس area invisible يعني الطبقة الخارجية هاي تكون غير مرئية، spindle shape cell of chondrosis تكون شكلها مغزلي من الخلايا الغضروفية، هاي تكون طبقة غير مرئية. ننتقل لليانج اللي هو هذا اليانج، هذا اليانج اللي هي هاي المساحة من هذا اللي هنا. اذا اول واحد الطبقة الخارجية، اثنين اليانج الغضروف الصغير، شو يكون هذا؟ single oval chondrosis in لكونه اللي هو شنو؟ خلية غضروفية بيضاوية مفردة تكون من جزء واحد من الفجوات أو الثغرات، لفجوة واحدة من الفجوات أو الثغرات. الماتشر اللي هو الناضجة، الغضروف الناضج شبيه هذا، الثغرات شبيه هنا، الثغرات كلش مهمة، الثغرات تختلف عن البقية اللي هو الثغرات ايزو جينس جروب اوف ذا سيل متكونة من ستة الى من خمسة إلى ستة خلية. هنا أنا هاي هذا نشوف مكونة من ستة إلى خمسة خلايا. الهايلي بايزو تحتوي على جزء عالي من القاعدية مصفوفة، شو تكون هنا المصفوفة؟ تكون عالية القاعدية المصفوفة الماتريكس، شو تكون هاي بايزوفيليك ماتريكس المصفوفة القاعدية، مصفوفة عالية القاعدية، والفايبر يكون انفيزبل والألياف غير مرئية. فرق بينهم وبين الإلاستيك، شوف الفرق هنا أنا نفس الشيء، الطبقة الكوندروجينس اريا انفيزبل غير مرئية وتكون شكلها مغزلي، هنا أنا هذا نفس الشيء يحتوي على سينجل. هنا الايزو جروب، ايزو جينس جروب هنا أنا ما تتكون من خمسة إلى ستة، هنا تتكون من واحد إلى اثنين اللي هو الايزو جروب. هناك ايش قلنا؟ هايلي بايزوفيلك، هنا لوز بايزوفيلك يعني الماتريكس المصفوفة تكون عالية القاعدية، هنا هنا شو تكون؟ اقل قاعديه. الالاستيك فايبر ار كليرلي فيزيبل يعني الالياف الالاستين، شو تكون الالاستين؟ تكون مرئيه بشكل واضح، هنا الالياف تكون انفيزبل غير مرئيه. نجي لللوكيشن، وين اللوكيشن مات الالاستين؟ سبكوتينيوس لاير اوف سكن تحت طبقات الجلد، الابيجلوتس اللي هو لسان المزمار، النويز الان في الاير ايركلاب اللي هو صوان الاذن، والاوستاكي تيوب اللي هو قناة اوستاكي. الفانكشن مالته اللي هو سبورت الدعم، والمنشن شيب وتحديد او الحفاظ على الشكل. اما الفايبر احنا العفو هنا ما وضعت ان انا هاي الطبقة الخارجية للجلد، اوكي هاي الطبقة تحت الجلد السبكوتينيوس، هاي اللي هنا سبكوتينيوس، هنا تجي بعد هنا هذا اليانج يبدي، وهنا الماتشر سيل. لوكيشن مالته وين؟ بالمقراص بين الفقرات، هنا وظيفته السبورت. هنا الثغرات او الفجوات من تحتوي؟ تحتوي من ثلاثة الى اربعة، من ثلاثة الى اربعة. هنا الياف الكولاجين شو تكون؟ مرئية، زين مرئية إلى حد ما، ألياف الكولاجين تكون مرئية واضحة، يعني ألياف الكولاجين تكون مرئية. هسه ننقل إلى الكونكتيف تيشو وذ سبيشلايز فانكشن، نجي العظم. العظم
اللي هو اللوكيشن مالته كومباكت بون والسبون بون، المعظم المركب والعظم الاسفنجي. الفانكشن مالته سبورت دعم بروتكشن حمايه خزن وموفمنت وحركه. هنا عندنا اللامله اللي هي هاي اللامله، اوكي اللامله اوتر سيركو فيرتينال نون سين، هنا تكون غير مرئيه بلو البروستيوم، هنا بلو هنا تحته البروستيوم. الانر ايضا نون سين اللي هو بيفور الاوستيوم. هسه نجي انترسيتنال اللي هو ان بتوين اوستيون. هسه نجي الاوستيون الجزء المهم اللي هو الاوستيون، الاوستيون هارفيس كانال اللي هو هذا قناه هارفيس، فالكمان اللي هو هاي فالكمان قنر اللي هي هاي قناه فالكمان زين. الثغرات اللي هو اوف اوستيوسيست اللي هو هاي الثغرات، واضحه الثغرات كلش واضحه زين. وعندنا الكيمينال اللي هو بتوين ذا الثغرات اللي هو هذا كلهم واضحات. هسه ننقل المان للبلاد. البلاد كلش مهم اللي هو الريسيال اللي هو غاز كيرينج ثرو هيموغلوبين، يعني الغاز ينتقل خلال الهيموغلوبين. الهيموغلوبين عندنا عدة انواع من الهيموغلوبين اللي هو الفيتل بالجنين، الاتش اتش بي اف اللي هو نسبته 100% اللي هو يحتوي على 2 الفا و2 جاما. عندنا بالادلت بالبالغين الاتش بي اي 1 يحتوي على 96% يحتوي على 2 الفا و2 بيتا، ان شاء الله تاخذوها بالفسلجة بصوره تفصيليه. الاتش بي اي يحتوي على 2% يحتوي على 2 الفا و2 دلتا، اتش بي اف يحتوي على 2% اللي هو 2 الفا و2 جاما. انسليتد نون نيوكليوس ان نون اورجان، يعني ما يحتوي على نواه وما يحتوي على الاعضاء. شو يعطي هذا؟ تو جيف مور space for hemoglobin therefore considered to be a cellular concern، يعني هذا الشطي لإعطاء مساحة أكبر للهيموغلوبين، لذلك يعتبر هيكل ما بعد الخلية اللي هو البولر in the center. إنه هو شنو هاي الشحوب موجودة، هاي الشحوب موجودة في السنتر تكون شكل بشكل تموجات ثنائية. هاي شوف هاي الشحوب اللي هو هذا البولار ان ذا سنتر، اوكي. مين فورميشن معلومات انديوس مين ينتج من الارثروبويتنت، ارثروبويتنت ارثروبويتنت فروم بيروتوبولار كابيلاري اوف ذا كن، يعني من الشعيرات الدموية اللي يسبب ارثروبويتنت من الكدني، تفرز من الكدني تنتج من الكدني. اما البليتس اللي هو الصفيحات الهيموسيستس اللي هو سموث ديسك ان ذا شيب اللي هو قرص املس، يكون قرص املس و هنا يتكون عفوا من قرص املس الشكل. انسليتد يعني هم نفس الشيء ما يحتوي على سليتد وما يحتوي على نيوكليس، اذن وبالتالي تعتبر بنيه ما بعد الخليه. من الثربو ثرموبويتنت هنا مين تكون من الارثروبويتنت، هنا ثرموبويتنت من الليفر من فروم الليفر، هنا الارثروبويتنت من الانابيب الشعريه الموجوده بالكلى. ميجا كايروسايتس اللي هو وين موجوده، موجوده بالريد مارو بالنخاع العظم الاحمر. هنا من مين يتكون اولا من خلايا ضخمه متعدده الصبغات، هاي خليه متعدده متضخمه من متعدده الصبغات. اثنين متعدده الخلايا، هنا الخليه تحتوي على عدد كبير من الكروماتين. ثلاثة يحتوي على عدد من الحبيبات القاعدية، والسيتوبلازم شو يكون بيها، السيتوبلازم يكون بشكل بالبس فقاعات. ننتقل للجرانيولو سيست اللي هو النيوتروفيل فانكشن، وظيفته اللي هو فاجوسيست سيل اللي هي ابتلاعية. شو تكون هاي؟ تكون لايت بينك سيتوبلازم، السيتوبلازم يكون وردي فاتح، عدم وجود الحبيبات، ما تحتوي على حبيبات. هنا النواية تكون متعددة الفصوص، النواية تكون زرقاء اللون، اللي هاي النواية تكون زرقاء اللون. اكثر وفرة the most
abundant in the leukocytes in the blood، إن من أكثر وفرة في الكريات البيضاء في الدم، يعني كريات الدم اللي أكثر وفرة، المتعادلة أكثر وفرة. زين، من ينتج؟ الناتج عن إطلاق تحفيز من الماروسيل، من خلايا النخاع. البازوفيلز اللي قاعدية هنا نشبيها هاي large amount of granular they even compares again its cell membrane giving it an angular appearance. يعني شنو معناته؟ معناته كمية كبيرة من الحبيبات موجودة على غشاء الخلية، من ما يعطيها هذا المظهر، من ما يعطيها مظهر هذا المظهر اللي هو تكون على شكل صبغة زرقاء. هاي الصبغة من جتي مصبوغة بالهيماتوكسيلين اللي هو هيماتوكسيلين الجرانيولر، هاي مصبوغة بالصبغة الهيماتوكسيلين اللي هو اللون الأزرق. البلاد سمير، بالبلاد سمير هنا راح تكون كلش واضحة، وتكون هنا إن شاء الله بالفسلجة بالفسلجة راح تاخذون بلاد سمير وراح تشوفوها كلش واضحة. من تنتج أيضا من خلايا النخاع. نجي للحامضية. الحامضية إذا contain numerous pinkish or reddish، يحتوي على العديد من الحبيبات، تحتوي عديد من الحبيبات. هاي الحبيبات لونها أما وردي أو برتقالي مائل إلى الإحمرار. ماشي، هنا نفس الشيء أيضا راح تلاحظوها بالبلد سمير، وكذلك موجودة وين موجودة؟ من تفرز الورفورميشن مير انديوس، تطلق بواسطة المرو سيل. اذا هسه نجي لللمفوساي اللي هو الجرانيولايز اللي هو تنقسم الى اللمفوسيست اللي هو تحتوي على اللمفوسيست والمونوسيست. اللمفوسيست ان شاء الله راح تاخذوها بالانسجه بالعفو بالاميونيتي بالمناعه بشكل تفصيلي وواضح. يحتوي على التي هيلبر اللي هو تي هيلبر اللي هو سي دي 4 والسي دي 8. السي دي 4 شو يسوي؟ هذا يحمل الاجسام المضاده، يحمل الأجسام المضادة من للبي سيل. هنا هذا السيتوتوكسيك سيل اللي هو سي دي 8 شو يسوي؟ كيلر تيومر اند فيرال انفكشن، يعني يعمل على قتل الأورام والخلايا الفيروسية المصابة. وظيفة العفو هنا البي سيل شو يسوي؟ البي سيل بروديوس انتيبادي، اند يعني ينتج الانتيبادي الأجسام المضادة، وبعشرين once enter the tissue will be called as plasma، يعني بمجرد دخول النسيج، من الخلايا البلازمية شو يسموها؟ بمجرد دخول النسيج شو يسمى؟ تسمى بالخلايا البلازمية. المونوسيست اللي هو وظيفته يشكل نظام ابتلاعي وحيد الخلية اللي هو will form a monocellular phagocytosystem اللي هو يشكل هذا يشكل النظام الأساسي البلعمي للخلية أحادية. هنا أنا the largest blood cell، هنا أنا blood cell in the circulating blood bloodstream اللي هو أكبر خلية في مجرى الدم. زين، النوية شو تكون؟ النوية تكون مركزية وعلى شكل بشكل كله وتحتوي على الكروماتين. هنا أنا مين ينتج؟ ينتج من النخاع الأحمر، لحد الآن انتهت محاضرتنا لهذا اليوم. أي واحد عنده سؤال أو استفسار زين راسلنا على جروب الصفحة زين وأجاوبكم على جميع الأسئلة. الشيء اللي أريد أنبه عليه اللي هو انا مثل ما قلت لكم قبل لا انهي الفيديو، مثل ما قلت لكم الكلاسيفيكيشن كلش مهم. زين لا تدخون هنا الميزينكايمال، كل على سبيل المثال اللي هو هنا ميزينكايمال والمايكويد اثنيناتهن، هذين اثنيناتهن اللي هو الميزينكايمال سيل اثنيناتهن سبيشلايز مال ذني. من اسئلك عليهم شو تقول لي؟ تقول لي ميزينكايمال سيل مال ذني شو تقول لي؟ هذن الثلاثة اللي هو احنا ايش قلنا هنا الثلاثة اللي هو
هنا ما عدا هنا اللي هو الميكويد البلاست الفايبروبلاست، هنا ذني مثلا هنا الايرويد لور شو تقول لي تقول سبكوتينيوس اوف سكن اللي هو هيستولوجيكال اللانك والايلويد لور مايكروفاج والنيرفز اللي هو المايكروفيلاي سيل الاديبويز اللي هو الاديبوسيست الريتيكولر الريتيكولر وهكذا. ان شاء الله تكون محاضرة واضحة، واي استفسار انا حاضر ان شاء الله، نلتقي في المحاضرة القادمة، تحياتي مع السلامة.